الشهادة الموالية هي لشاب من شبان جرزيس اللي هو حمزة محروق. سيد علي غراب سيقدم الحالة. الشهادات ما زالت متواصلة، لذا نذكركم بوجوب إبقاء الهواتف الجوالة مغلقة، التفضل بالتزام الهدوء التام، عدم التصفيق وعدم التصوير. شكرا. إذا كان ركوب البحر في العواصف يؤدي إلى الغرق، فإن البحار في العالم الافتراضي في زمن الاستبداد والقمع والوشاية يؤدي إلى السجن والتعذيب وكل أشكال الإهانة والإذلال. كان هذا حال حمزة المحروق ومجموعة شبان انترنت جرجيس الذين كان جرمهم الوحيد أنهم أرادوا الخروج من الفضاء الخانق للحريات في بلدهم الصغير إلى عالم الانترنت الفسيح والحر. هذا الفضول الطفولي والرغبة التلقائية لمجموعة شباب بريء أكبرهم سنا في العشرين وأصغرهم لا يتجاوز عمره 17 في ممارسة حقهم في التعبير وكسر حاجز الخوف بالولوج إلى عالم الإنترنت. هذا السلوك جعل النظام يجند ترسانته القمعية لتدميرهم بالإيقاف والتنكيل بشتى أنواع التعذيب، ولم يشفع لهم في ذلك صغر سنهم، وكان مآلهم السجن بأحكام ثقيلة وأمراض أصابتهم داخله، منهم من تعافى منها ومنهم من لا يزال يعاني يوميا من جرائها إلى اليوم. هذا إلى جانب المعاناة التي تلتفتت الخروج من السجن بسبب المراقبة الإدارية والمضايقات والمنع من العمل والارتزاق وحتى من حرية التنقل داخل البلاد وخارجها، والتي للأسف لم تنتهي حتى بعد الثورة بل تواصلت إلى اليوم بالنسبة لبعض منهم. فلنستمع إلى شهادة حمزة المحروق. تفضل حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. حمزة المحروق متزوج، عندي بنية اسمها نوران، ولدت من مناخ يشجع على حب الوطن، فجدي مقاوم الاستعمار، وهذا يعني أن حب الوطن مزروع في دمي، ورثت على جدي ورثت على عائلتي. بنبدأ بالخاتمة قبل البداية. أمي وباباي ربوني على التسامح، مانيش متاع انتقام. قصتي باش نحكيها بقدرة ربي باش تكون عبرة، عبرة خاطر ما نحبش بنتي بقدرة ربي اللي صار على باباها يسير عليها نهار آخر. دونك العباد اللي ظلمتني، مضابيا تواجهني وياهم باش تواجهني وياهم. حمزة نهار السبت 8 فيفري 2003، عمري 20 عام، نقرأ، نعيش في عائلة عادية ياسر. الـ11 متاع الليل واني راقد، باباي من عمال بالخارج، تربينا ربتنا أمي، نعيش كنا نرقدوا في بيت واحدة، معناها ليلة اللي تشديت راقدت تحت أمي. ترى شكون يطبطب على الباب؟ خرجت أمي، شاني لاباس، رجعت لي قالت لي راهو البوليسية البرة وكل شيء ويسألوا عليك. عمري 20 عام يسألوا عليا البوليسية زعما لواه. إيه وشين الحكاية؟ خرجت خرجت لقيت كرهبة بوليسية كاو، بحكم باباي في الخارج. سألت أمي قالت لها شنو هي الحكاية؟ قلت لها سيريان، معناها قدرة ربي يمشي جيست يبحث في المركز ويروح إن شاء الله الليلة يروح.
شكون باش يمشي معاه؟ مسكين عمي بحكم باباي مش موجود، عمي طلع معايا في السيارة. خرجنا من وحني في المنطقة متاعنا، خرجوا الكراهب اللي كانوا متوقين البلاصة اللي عايش فيها، معناها ما يقارب العشر كراهب. حمزة معناها وعشر كراهب كذا كارثة. وصلنا للمركز، لقيت أشكال وأنواع. زرزيس انقلبت، برشا أخويان يعرفوا الفرقة المختصة وين المقر بتاعها في جرجيس، منع الكياس، معناها صدقني وحال شتي وجرجيس منطقة صغيرة وكل شيء. الحداش متاع الليل في فيفري شتي، دونك ما ثم حتى حد في البلاد، نهج كامل بوليسية. يا رسول الله، معناه حليلي هذا شنو درت يعني باش معناه الكم الهائل من البوليسية هذا، معناها تلمو وقت حتى ما نعرفهاش. هاك اللي بعتالي وليت نعرف كل شيء، قال لي بيروي ليه وكل اصحابهم من الجيش، تلمو ما نعرفش الواحد من الجيش وكل متلثمين حاله حليله، ومازال مانيش عارف حتى شيء. عملوا لنا بطاقه ارشادات، سي الازهر الفالح هو المسؤول الغادي في الفرقه المختصه، ومعاه سي ناصر، هذا اكبر واحدين بكل صراحه عذبوا عكره في جرجيس، والكل يشهد، الكل على بعضها تشهد. عملوا لنا بطاقة وليلتها على فكرة أني وعبد الرزاق بورقيبة وعمر بن راشد، عملوا لنا بطاقة إرشادات وقالوا لنا توا باش نمشوا المدنين الولاية. عمي مسكين قالوا له روح أنت توا. تعدينا المدني، والله يشهد ربي سبحانه مساكين البوليسيه اللي في الولايه يسالوا فيني يا اخي شنو درتوا انتم، والله العظيم لا ندري. قعدنا يمكن ما يقارب برسك الفجر وقالوا لنا رانا ماشيين لتونس. يا والله حالي يا ربي، جرجيس وبعتالي مدنين وتو رست تونس. خرجنا الفجر من تونس من مدنين لتونس، وصلنا العشرة تاع الصباح لتونس. قبل ما نخشوا تونس، على فكرة معناها كان الجو هايل من مدنين لتونس، شيخونا ضحك اللي في السيارة. قبل كي خشينا لتونس، ثم واحد منهم ألقى علينا شعر: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى سيارة حمزة وعبد الغفار وعبد الرزاق، معناها حضروا روحكم. خشينا لتونس وصلنا الوزارة الداخلية، ما نعرفوهاش بكل صراحة، هذا وزارة الداخلية نسحبوه مركز من المراكز. خشينا الوزارة الداخلية كما قلت لكم العشرة، خشينا نحونا كما نقولوا عند الله. بعتالي في الحبس عرفت كل شيء، نحو السبت ونحو الخيوط متاع الصبات وهيك الإجراءات وكل شيء. هبطونا للكاف، الكاف ماهوش الكاف متاع التعذيب، الكاف الأوتيل دي سانك اتوال اللي نرقدوا فيه، اللي يهبط ثلاثة درجات تخش الريسبسيون تاع الداخلية، اللي على اليمين تهبط هوني وكذا.
هبطونا للكاف. قعدت يمكن ما يقارب ساعتين ثلاثة سوايع في بيت بروحي، وبالتالي اللي نسمع معنا بون في الكاف هذا ثم باب بلندي في هكا باش ما يعديش الصوت، دونك عاملين هما نيجوز اكيد برشا عباد يعرفوا كان نيجوز اللي تو قاعد يصوني في المخ. قعدت كما قلت لكم ساعتين ثلاثه سوايع، وبالتالي بون ضرب النيجوز وجو هزوني. هذا نهار 9 فيفري 2003، جو هزوني وبدت جهنم. عاد بدت جهنم كيفاش تعرف هكا وكيفاش تعرف هكا كيفاش نعرف هكا، والله العظيم يشهد علي ربي بون. ولتو زرزيس راهي بون 100,000 ساكن ولا 120,000 ساكن، كنا نقربوا لبعض كان ما نقربوش لبعض ننساب ترى شنو كذا، دونك معروف معناها اني كي يسالني على فلان على عبد الرزاق ولا على عمر ولا كذا ونقول له راهو يا اما ذريه حومه والا رانا نقربوا لبعضنا ولا كذا، يفد هو روحه تطلع كيفاش يا اخي تستبله فيه. والله هو هكا الموجود. اول ما تعذبت بالقران، تعذبت بالقران اول مره نوريكم اللي تراس حتى بون في وزارة داخل في اللجنة ما وريتها لكم، شو بوريتها لا ما وريتهاش لأهلي خاطر تم حاجات راه واحد ما يدش معناها يحط لك الخيوط ويحرقك بالكورون. وبدت معناها القضايا وبدت الأسئلة. بون من الكورون بعتلي باي نحكي لكم 19 يوم اللي قعدتهم في وزارة الداخلية، 19 يوم معناها اصباح كورون، وبعتلي يعلقك ثلاثة أربعة سوايع معلق من يديك معناها ليل برشا خوية نجرباها ليل الجسم يموت، الجسم يموت يقعد كان العيون يتحركوا معناها بعتالي، وباش يعلقونا راه يعلقونا بالشنقال اللي يهزوا فيه في الليموتير نتاع الكرهب، عاملين سلسله ويطلع ويهبط الراجل. تقعد بثلاثة سوايع راهو شو الاحساس بتاعك الكل تفقده. بعتالي تعدى اللي حشاكم معناها يقلبكم يقلب معناها كنت معلق من يديك يولي يعلقك من ساقيك، ساعات على ساعات حشاك يعمل لك بانو معبي بالبول، يعمل لك لاسيت ويهددك يقول لك تو نهبطك نسلخك سلخان. مانيش باش نحكي لكم على عدد الكف اللي كليته خاطر لا يحصى، وحاجات عاديه معناها كف ولا ضرب الركل بالرجل ولا ما حاجة عادية ماهيش ما كانوا نقول لكم أقسم بالله العظيم يمكن 3 مليون كف مليون. الروتين هيك ما نحكوش عليها، الروتين هيك يبدأ خطر التعذيب متاع التعليق ومتاع ومتاع الكورون وكل شيء هكا لوطا في الكاف. في الكاف مش اللي نرقدوا فيه الوتيل، الكاف اللي الاخر اللي تحت الدروج اللي بيوت كل بيت ونوعيه التعذيب نتاعها معناها اللي تخش تلقى بيت تلقى فيها الشنقال، بيت تلقى فيها طاوله طويله عريضه انواع اللي ما تراك الكل عليها وكيفاش معناها باش يتفنن فيك وكيفاش باش
يغرقك وعينك تشبح، يحط على بون يكتف اليدين وبنغرقك. يقول لي في مش في شبر مي، معناها في ملي مير المي. تتمنى الموت وما تشبحهاش. نبدا ندعي يا ربي يا ربي ان شاء الله نموت. يقول لك لا، انت بتجي تموت واني ما خليكش، نعذبك يا ربي خليني نموت. مستحيل. يهددك بالفاحشه، يعري يروح عليك. بون انت مكتف اليدين راهو وعريان راهو. هذا كل يوم راهو على فكرة 19 يوم كل يوم كل يوم. معناها كي يرجعوني بعد مثلا بعد ما يعلقوني كل شيء تدوم المدة 3 سوايع ويرجعوني للوتيل، وبالتالي نسمع باقي النيقوز يضرب، معناها راهو يا حمزة باقي بيجو يهزوك المرة الجاية. بالتالي باقي كما قلت لكم عاد الله أعلم عاد نهار العيد الكبير نتذكر فيه نهار العيد الكبير. بون نرجع بيكم شوية نهار خاطر تشديت قبل العيد الكبير بنهارين، يبحثوا فيا ليلة العيد. معناها قال لي العباد معيدة وانين نبحث فيكم. خرج المقرون ضربني بون علي وقال لي توا مفرغة فيك وموت تموت كلب شني. عبد الغفار قيزة تشد بعدي بنهارين، نهارت اللي جابوه ما مسوش خلاص. جابوني يعني قالوا لي شوف حمزة شوف حمزة شنو صار فيه. معناه يا عبد الغفار راجل أمورك شانتيون هوني باش العذابات هذه راهو 19 يوم. معناها قد اللي بنحكي لكم وكذا معناها مستحيل كونه باش تنحى من مخي يعني واحد من الناس. لا إله الله محمد رسول الله. انهارت 28 فيفري صحيح كملت الأبحاث. معناها كنت سعيد سعيد سعادة لا توصف. تتعدى الحبس، خلي نتعدى يا أخوي الحبس بعد العذاب اللي شبع. هزونا للجورجاني نسحبوا هو كالحبس، بعد تالي هزونا البوشوشة نسحبها زاد هو كالحبس. نهار 3/3/3/3 مارس 2003 هزونا 9 أبريل دخلنا للبيت الدوش المشهورة نسحبوا هواك الحبس حتى هكا. وبعد تالي بون نهار 4 مارس خشيت البافيون متاعي اللي باش نعدي فيه 20 عام، خاطر في الداخلية قالوا لي كونك باش تعدي 20 عام على قد عمرك. خشيت البافيون الهاش 6 اللي نورمالمون يسكنوا فيه معودين حبس وفوق 26 عام. عمري 20 عام وما نعرفش الحبس وما نعرف حتى شيء. تخش معناها تلقى عالم رهيب، بيت فيها 250 عبد، يا عباد ترقد
تحت البوطه تحت ال فهمتها بعتالي وليت نعرف تحت الكاميون تحت البياس بياس معناها ذو طبقين معناها يرقدوا أربعة فيه خشيت الحبس عاد خشيت الحبس طلعت من الانتماء انتماء ورطت يودي انتماء شن يهديكم ربي انتماء معناها كارثة لا بعتالي تلانسيت وليت عرفت الصبغة الخاصة في الورقة اللي هي نتاع البالوار مي الانتماء مساكين بون في النهار هاكا شبحت جتني أمي وأختي أختي المناضلة هدى المحروق بعتالي جو المحامين المحامين مساكين كونشي بعد فترة باش عرفنا خاطر وقتها فقدت الثقة في أي واحد معناها انسحاب حتى هوك معناها كونهم تابعين الحاكم و المهم في الحبس ويلات في الحبس تقول لا ياكلوك بون ياكلوك الأعوان في الحبس أمراض بأنواعها يشهد علي يا ربي حشاكم من القال من الجرب انفزفز حشاكم شو معناه انفزفز معناها يا عبيد راهو شنو بنقول لكم معناها الحم خامر اقسم بالله العظيم من هني لصبعي الكبير نقول للطبيب يقول لي ينزل بالصابون الاخضر اقسم بالله العظيم في شتي الشاتي خاطر كي جرب حشاكم ياكل ياسر والانفكسيون اللي صاير معناها بنمس لحمي من داخل النوض الفجر وممنوع راهو خاطر كان زاد يفيقوا بيا النوض ندوش في الليل كارثه كما يهبطون يسيلون وكل شيء خلي العباد اللي ترقد بون ثم عباد مسكين الله يبارك فيها ويرحم والديها وني نصب على روحي ندوش بالبارد باش نبرد باش نقد نرقد معناها كي تجيني بون ديبي نتاع القال هيك الحكه حكايه فارغه حشاكم البون الحشرات اللي تاكلك وانت حي يا عباد راهي حشاكم قمل ياكل فينا بق ياكل فينا اقسم بالله العظيم مريول خلع حشاكم القمل كعبه بحذا كعبه في 2003 و2004 و2005 تقول ما نرقدش لوطه تهبط سيلو يا ولادي راني عايش راني نرقد انا والقمر حشاك نرقد على بباصه بون معناها الزاوره نتاع الحاكم تعبونا ياسر عديت الحمد لله يا ربي في الحبس اللي قضيتها 27 فيفري 2006 خرجت من الحبس يا حمزة ما خرجوكش المستشفى كي عندك مرض الجرب لا والله لا يشهد علي يا ربي لخرجت نهار
حتى الحمد لله يا ربي ما خذيتش الدويات. نخرج بون يقول لي راهو عليك الصابون، ثم حتى دواء اخر كان الصابون، الصابون الاخضر هو هكا الدواء. حشاكم تمرض بالسوسه ولا كذا، خراف ما يعطيك حتى شيء. ثم كما قلت لكم ثم العباد الباهي الله يرحم والداها، بون وما نحبش نقول فيهم كلام مش باهي، امورهم هي بينهم بين الحاكم، مي يرأف عليك ويعطيك كعبه دول ولا كعبه كذا بعلاقاتهم هم يجيبوا الدويات. 27 فيفري 2006 خرجت من الحبس. بون من حبس فقس، خاطر عديت عامين واش في 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 9 افريل، والبقيه في 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 تينا في في صفاقس. بون بعد خاطر حتى هزاني من 9 افريل لصفاقس مش هكاك، قرفت 18 يوم، 18 يوم سوفاجرة، اضراب جوع، اضراب جوع وحشي. الحمد لله يا ربي ما اللي ما اثر لي على حد شيء، معناها لا مي لا ماكله. في الفتره هيك نتذكر فيها كونها ثم منظمه دوليه للصليب الاحمر كونها باش تزور السجون التونسيه، ومن المقرر كونها تزور 9 افريل. اللي فهمت اني كونهم معناها هربوني من 9 افريل لصفاقس باش ما نطلقاش اني والمنظمه الدوليه للصليب الاحمر. على فكره معناها في 9 افريل الجرافات يمكن ما يقارب الشهر، معناها 18 يوم وبعتالي ثم جرافات اخرين. تنقلت لصفاقس، زاد نفس الحكايه حتى هي اضرابات. بون قبل الاضراب تلاقيت اني شوف ربي عز وجل كيفاش كيحب حاجه زايد. هربوني من 9 افريل، تلاقيت اني واللجنه الدوليه للصليب الاحمر في صفاقس. تلاقيت اني وياهم ومعناها وقالوا لي كونا رانا جايين على خاطركم. بون ما ندريش في شخصي في مجموعتي، مي ما ندريش قال لي رانا جايين على خاطركم. قرفت بعدها نفس الظروف. بون الحاجة الباهية في حبس فقس، علاش اني حشاكم بكير قلت لكم رانا حشاكم قمل وبق وكل شيء، القمل في 9 افريل والبق في صفاقس. في صفاقس قرفت باش ينقلوني 13 عام واني معدي 3 سنين. اهلي ربي يعلم عليهم مساكين تملحوا بالقفاف وتملحوا بماشيين جايين، ومنيتي هالعشر سنين اللي باش نكملهم في حربوب في مدني. قرفت قعدت 12 يوم. نتذكر فيها وقتها قابلت المدير نتاع السجن وعدني كوني باش في اقرب فرصه كوني ينقلوني الحربوب برا. سبحان الله نهار من نهارات واني هكاك بون في الداريه، لكن قبل نهار السبت نتذكر فيها قريت على فكرة غادي في ما نقروش جرايد، تم جريدة واحدة اللي هي الصباح كون اللي هي نقراها كاو، تم حتى جريدة أخرى. جت جريدة الصباح ثم عنوان شبان جرجيس تم اللي فرج عليهم، معناها عنوان مبهم. هذا نهار السبت شنو هي الحكايه، معناها واني ما ندري على حد شيء.
لا لا محمد رسول الله بون وقتها نتذكر فيها ثم ماتش نتاع الترجي جرجيس، قلت بالك ثماش مشاكل معناها في حكايه الكوره ولا كذا، تصارش مستحيله كونه مجموعه الانترنت جرجيس كونه باش يخرجوا. المهم نهارت الاثنين تعدت، معناها هم علموا علينا نهارت السبت، تعدى نهارت الاحد، نهار الاثنين نص نهار حمزه المحروق كونفا بون معناها نقله. هاني قلت تقريبا حكيت اللي ضرب اللي عملته ووعدني مدير السجن كونه اموري انحلت ماشي الحرب وبو فرحان على الاخ. ليل نشبح في بون دي كادر في السجون، قال لي سخاير روحك بتروح. لا عادي بون الشاهد ربي سبحانه معناه واحد كذا، مي كومام تلمون اللي صار عليه ما نصدق حتى حد. قال لي ما لا راك بتروح، قلت له الحمد لله يا ربي بنروح خاطر خايف كونه يكذب عليا، خايف زاد كونه ثم امكانيه كونه حتى بنروح وفي فرقه من الفرق خاطر برشا حكونا كونهم يرجعوا فيهم على نفس القضايا، معناها ما نحبش ان نبني وهم. وخرجنا وبالحق صار اللي فرج علينا الحمد لله يا رب. كان عيد بكل صراحه، عيد في جرجيس وعيد في العائلة وفريمون الحمد لله يا رب. 27 فيفري 2006 برا ليلة محمد رسول الله، مي العيد والأفراح ما دامتش ياسر. صحيح الحق يا ربي برسك عكار كلهم فرحونا، عكار كلها مسكينة إلا البعض منهم معناها الباهي والخايف في كل بلاصة، مين هو كان المساكين اللي معناها يشوفونا كونا يلزم نقعد في كان في الحبوسات، ما مستحيل ما يرضوش كونا نعيشوا معاهم نتنفسوا معاهم أهلنا يتهنوا زيهم. أسابيع وبون مش الأسابيع معناها قرار المراقبة الإدارية بعد جمعة جي قرار المراقبة الإدارية اللي هو كونه يلزمني كوني صحح كل يوم ووقت. راه اليوم التسعة أطان كلموك ولا كذا غدوة أمتى تجي؟ تعبت قعدت المده هيك عام بون، تحكمت مراقبه اداريه 5 سنوات. بعتالي 4 سنوات مراقبه اداريه مره في الاسبوع باقي ابرك. تعبوني نخدم راهو على فكره، خدمت الحمد لله يا ربي، خدمت المرمى خدمت الدهن وخدمت قهوجي. ما ثماش وين مشيت خدمت وما معناها يلزمك ما تخدمش. اكثر حاجه اللي بريسك خدمت فيها قهوجي خاطر اللي خدمتني بون مرا الله يبارك فيها ويرحم والدها حياه هناد، معناها يجاها ويقول ويبدو يسلوا فيها ويستفزوا فيها وتمشي هي مسكينه معاهم كون كوا في الحديث وتجي تحكي لي بعتالي تقول لي راهو كذا وكذا، اما اخدموا ما همكش انا خليهم تخدع فيهم. الحمد لله يا ربي الله يبارك فيها مسكين. اهلي تعبوهم مساكين، عندي خويا بون في البصابير حتى واحد ما تمتع بالباسبور، عندي خويا مسكين الباسبور نتاعها معناها قديم قبل ما نتشد، معناها جي مسكين باش يمشي لتركيا
اقعد 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 بون في المطار بعد معنا مقص وعمل لي ريزرفاسيون في الاوتيل وكل شيء في مطار قرطاج جي باش يطلع للطياره ترى شنو عندك انت مشكله اقعد على شيره طلعت الطياره سيبوه برا روح باباي بون الحمد لله يا ربي في فرنسا ما يبدلش في الباسبور هني بدل فيه في الخارج قبل الثوره بدل هني مات له هو ديجا ما فاقش بيه مات في تونس شويه بدل هني يضربها ما يقارب 3 شهور بون وقتها معناها قبل الثوره بيا مات معناها كان عملت تاني بريسيون وهددتهم وقتها باش نحرق روحي كونه خطر باسبوري اني وهزيتوه مبروك عليكم باسبورات خوتي لكن باباي اللي وكل فينا بون اني صاي خوتي مساكين ربي يعلم عليهم لكن خلونا الاخر باباي اللي كونه باش يوكلنا هذا هو معناها وقت اتخذت اني قرار كونه باباي معناها يلزم يرجع للباسبور نتاعه بون بالبريسيون كل شيء رجعوا له الباسبور نتاعه في الفترة هيك في الفترة هيك أهلي مساكين تعبوا على الأخر أمي مسكينة الدم والسكر تو باباي مسكين يرعش أختي كذلك مسكينة معناها مرأة وملحاها تعبوهم ياسر مساكين تعبوهم ياسر 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 إن شاء الله تسامحني أمي على كل دمعة بون يلزم ثم شكر خاص بكل صراحة بعد أمي وباباي وذريت حومتي وكل شيء ثم عباد ما نقدرش نذكر الأسامي بتاعهم خاطر لا داعي كونه باش واحد يذكرهم وكل شيء لكن ثم عباد يلزم تذكرهم عبد الله الزواري الله يرحم والديه فريمون من نهار اللي خرج تراه الله يبارك فيه والله يرحمه ان شاء الله واحمد الماغوري خاطر الزوز هذا مساكين توفوا الله يرحمهم دونك يلزمني نشكر المنظمات الدوليه اللي وقفت معانا نشكر الشخصيات الوطنية اللي وقفت معانا الكل وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله حمزة شنية طلباتك طلباتي إن شاء الله يا ربي اللي صار فينا ما عادش يتعاود أني عندي بنية بنتي ما نحبهاش كونها تعيش ما عاشها بابا معناها كيفاش باش نقول لك ما نحبش بنتي تلبس اللي تحب وما تلبسش اللي تحب بنتي نحبها حر تحب تتبنى اي فكر يعجبها لكن ما يكلمها حد بنتي ما نحبش اني ننقهر عليها لخاطر امي انقهرت امي بكي الدم ما نحبش اني نبكي دم دونك هذا هو اللي نحبه شكرا حمزة الله يبارك فيك ان شاء الله